سيرجع للمنتخب الوطني المغربي هبة. سنتابع الآن محاولة ياسين الصالحي، محاولة للفريق الرجاء البيضاوي، عمر رشدي الآن، ولكن ارتبك شيئا ما ضيع. وأخيرا الرجاء تسجل هدف التعادل، فرحة جماهير الرجاء. والله لقد أصاب روماو، والله لقد أصاب روماو، عاتبوه نسبيا على خروج متولي، لكن تبين بأنه مدرب محنك. أخرج محسن متولي وأدخل سيرديا الذي أنقذ الرجاء من هزيمة شبه محققة. سيرديا تسديدة لا ترد ولا تسد، عمر نجدي، كانت هناك تطبيق دفاعي بشكل جيد وخناق دفاعي موريس.